بسم الله، تحياتي واهلا بحضراتكم وحلقه بدايه الاسبوع من برنامجكم الحقيقه ومصر في عيون العالم. يمكن النهارده اخترنا نتكلم عن حدث سنوي مهم جدا لشريحه كبيره جدا من شعب مصر. الحدث ده هو معرض الكتاب. المعرض في دورته 51 اللي بيقام على أرض مصر زي كل سنة، وبيكون عيد للكتاب والقراء والمثقفين والأدباء والمواطن المصري البسيط المهتم بالقراءة، واللي بينافس كبرى معارض الكتب على مستوى العالم سواء تاريخيا أو ثقافيا. نقطة كده مهمة، يعني نزلت شفتها بنفسي في المعرض وعشتها، ومش بس السنة دي، لأ ده كل سنة. نقطة إيه بقى؟ حق المرء في تثقيف نفسه بنفسه. حضرتك عاوز تقرأ، عاوز مجالات مختلفة متعددة تقرأ فيها، عاوز أبحاث، عاوز نظريات، عاوز دراسات، تحليلات إلى آخره، من كل الكلام ده موجود يا فندم قصاد عينيك. والمهم مش إنه موجود، المهم إنه متاح للشخص البسيط. يعني مثلا أنا نزلت معرض الكتاب أول امبارح، فيمكن أنا مكلفة إن أنا بقوم بدراسة بحثية بتخص يعني مجال معين للأطفال، فكنت يعني متوجهة المعرض لهدفين. الهدف الأول عشان أغطي دراستي البحثية من خلال المجال اللي أنا عايزاه ده في الطفل، فيما يخص تحديدا مسرح الطفل، وتاني حاجة لقراءتي أنا الشخصية في الكتب اللي أنا محتاجها. فكنت متوجهة الأولوية الأول للدراسة البحثية، فتحديداً رحت جناح قطاع شؤون الإنتاج الثقافي وقعدت كده أسألهم لو سمحتوا أنا عايزة كتب تخص مسرح الطفل. فقالوا لي طب يا ماشي، يعني تمام جداً هنساعدك. وفعلاً يعني لفت نظري كمان إن الناس اللي موجودة في دور النشر والأجنحة دي بتبقى على دراية جدا بالكتب اللي موجودة على الرفوف، مش مجرد ان هو بيبيع وخلاص او واقف وخلاص. فقلت له لو سمحت انا عايزة كذا، فبدأ يجيب لي شوية كتب تخص المجال اللي انا محتاجاه. وعايزة اقول لحضراتكم يعني انا بقالي سنة بدور على الكتب دي بشكل كبير جدا، فساعدوني الحقيقة. فجايبالي انا جبت لكم حتى يعني بعض الكتب دي، مش الحصيله بس انا جبت يعني بعض الكتب اللي انا محتاجه اوريها لحضراتكم. فجبت الكتاب ده مثلا لسه اهو حتى جديد نوفي زي ما بنقول، وبعض الكتب الاخرى اللي بتخص مسرح الاطفال. فجبت حوالي كام دولت يعني تحديدا من قطاع شؤون الانتاج الثقافي، فجبتهم فطبعا 5 كتب. فبطلع 100 جنيه على استحياء، يعني أنا لسه هطلع باقي الفلوس عشان عارفة هتقولي مثلا ب200 وشوية كده يعني. فلقيتها بتقولي الست الجميلة دي بتقولي لو سمحتي لأ أنا محتاجة فكة. قلت لها فكة لإيه؟ قالت لي لأ الكتب دي هي أصلا ب18 جنيه. قلت لها كتاب معين ولا حضرتك بتقولي إيه؟ قالت لي لأ الكتب دي يا فندم. يعني قلت لها طب لأ يعني أنا محتاجة يعني أعرف إيه فين مين إزاي. راحت قالت لي مثلا كتاب زي ده لأستاذنا يعقوب الشاروني اهو مثلا، مسرح الأطفال في مصر، ده ب3.5 جنيه. قلت لها نعم. قالت لي ب3.5 جنيه. قلت لها طيب ماشي تمام، باقي الكتب التانية مثلا برضو بتخص الطفل، قالت لي ده ب5 جنيه. تمام طيب الكتاب اللي بعديه برضه لمسرح الأطفال ب7 جنيه، حلو قوي. والكتب اللي بعديها يعني اللي باقي بقى من ال18 جنيه حضراتكم تحسبوها. المهم أنا ما دفعتش غير أقل من 20 جنيه، يعني أعتقد يعني أيوه قالتي 18 جنيه. قلت لها طيب ماشي يعني، وأي حاجة بقى يعني دولت 5 كتب بس جايبها لكم من جناح واحد، باقي الأجنحة التانية لازم حضرتك معاكي فكة. لو سمحتي احنا عايزين فك، الكتاب ده ب5 جنيه، الكتاب ده ب4 جنيه، وكتب عظيمة يعني مش عايزة اقول لحضراتكم قد ايه. طيب يعني ده بتبقى رسالة ايجابية جدا ان الثقافة والقراءة واللي عايز يثقف نفسه متاح والله.
يعني انا بقول لحضراتكم ده موقف حي انا مريت بيه شخصيا اول امبارح وانا في المعرض، وكنت داخله بغرض اهي يعني دراسه بحثيه بقوم بيها، وكنت محتاجه مجال معين، فمحتاجه ان انا ادور، فلقيت الناس ساعدتني، يعني الناس على درايه، مش اي حد واقف وخلاص، لا خالص، ساعدتني وجابت لي اللي انا عايزاه. طب الاسعار زي ما قلت لحضراتكم، كنت بطلع ال 100 جنيه وعلى استحياء، انا عارفه ان هي هتقولي حاجه تانية، لقيتها بتقولي لا لو سمحتي انا عايزه فكه عشان انا معيش فكه ال 100 جنيه. طبعا دور النشر الخاصه دي يعني قصه تانية وليها موضوع تاني هنتكلم فيه باستفاضه اخر الحلقه. لكن انا النهارده بتكلم عن دور الدوله، دور الدوله في نشر العلم والمعرفه، في تجهيز مثلا مقر المعرض اللي فعلا بكل تفاصيله عباره عن تجمع فني كبير ثقافي راقي جدا، مسرح عرايس ماريونات، اماكن تصوير فوتوغرافي، ورش حكي لقصص الاطفال، وكل ده مجاني. طول ما انت ماشي في المعرض هتلاقي المبهجات دي، حاجه مبهجه جدا، مجهود محترم وكبير، كل حاجه بتقول بوضوح ان الثقافه والعلم في مصر زي ما هي محتاجه تسهيلات من الدوله، وبنشوفها بوضوح في المحافل الثقافيه المختلفه، زي ما هي كمان محتاجه وعي وتركيز من المواطن وبحث عن مصدر معلومته ودراسته. في ناس قاعده طول النهار تقول لك ما فيش ثقافه، ما فيش كتب، ما فيش علم، عندهم يعني تقريبا متلازمه ما فيش، لو ده تشخيص يعني سايكولوجي نفسي. في نفس الوقت اللي يعني بنشوف ان في اصدارات كبيره جدا لكتب جديده وبيظهر فيها اكبر عدد من الكتاب الجدد اللي بياخدوا اولى خطواتهم في النشر، لدرجه اننا شايفين اصدقائنا يعني الكتاب بيهزروا على الفيسبوك وبيقولوا ان طابور الكتاب بقى اطول من طابور الجمهور، وده شيء انا بشوفه ان هو ايجابي، يعني يتفق من يتفق ويختلف من يختلف. الكتابة والنشر بقت متاحة لكل من يرى في نفسه القدرة على الكتابة، ما بقاش فيه معوقات زي زمان وصعوبة في التواصل مع الناشرين، وفكرة ان الناس بتقول اصل الكلام اللي موجود في الكتب الجديدة دي هايفة او مش على قد الثقافة اللي هم عايزينها، يا فندم يعني لو طلع مثلا 100,000 كتاب كل سنة ويكون منهم 1,000 كتاب ممتازين، يبقى مصر بقى عندها 100 كاتب ممتاز سنويا مثلا، ده عدد يثري الثقافة المصرية بأفضل ما يكون. بعد كده في الاستراتيجية، يعني هو عبارة عن واحد في الألف زي ما بنقول. فكرة هنا أن الناس لازم تقرأ، لازم تحكم، ولازم تتعلم تفرز السيء من الجيد، ثقافة النقد. والنقد عندنا للأسف عندنا بس إيه، سوء ممكن يعني أو لخبطة، إن إحنا فاكرين إن النقد يعني إن أنا أرصد السلبيات بس. لا خالص والله يا فندم. يعني النقد ده حضرتك بتشوف الإيجابيات والسلبيات وتبدأ إن أنت تفرزها وتقول والله العمل، سواء بقى العمل ده كتاب أو العمل ده فيلم أو مسرحية أو أيًا كان العمل الفني إيه، فتبدأ حضرتك تقول نقاط القوة إيه ونقاط الضعف إيه. هو ده النقد البناء اللي المفترض يكون عندنا دراية بيه. في النهاية المميز فقط هو اللي هيستمر، هي دي النقطة المهمة في الموضوع. الناس نفسها تتعلم تقرأ وتفرز وتفكر وتنقد، ده اللي بنقوله طول الوقت، وده اللي احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد بعض في ان احنا نوعي بعضنا ونستمر في العادات المهمة دي. طيب هيكون معانا هاتفيا دلوقتي الأستاذ مصطفى عز العرب المنسق ما بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب عشان يكلمنا عن البروتوكول اللي عملته الوزارتين بخصوص معرض الكتاب. يا فندم تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم، مساء الخير. مساء الفل. يعني أنا محتاجة أعرف أكتر إيه التنسيق الجديد اللي ما بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة. هو في البداية بالفعل كان في تنسيق أو عمل مشترك بين الوزارة بقاله فترة كبيرة، بس في الفترة الأخيرة حبينا يكون بين الوزارتين نوع من انواع الترابط والتنسيق في اطار معين علشان نقدر نستفاد بالتعاون الموجود بين الوزارتين ونوصل اقصى استفاده ممكن تحصل بين الموضوعين. طبعا احنا في اول حاجه دلوقتي بعد توقيع البروتوكول اللي هو معرض الكتاب
فعلشان كده الضوء تلاقيه واضح فجأة أو ظهر. بس كان كل ده نوع من أنواع تتويج العلاقات بين الوزارتين وتوطيد العلاقة وتضافر الجهود بين الوزارات، وده من توجيهات السيد الرئيس. فكل وزارة بتشتغل على الجزء اللي مناسب ليها وتعاونوا في النقاط اللي فيها نقاط مشتركة، سواء نقاط تثقيف الشباب أو مساهمة الشباب في التعليم. طب يا فندم الفترة اللي جاية يعني عشان الموضوع ده برضو يستمر، طبعا يعني معرض الكتاب حدث سنوي احنا بنستناه من السنة للسنة، لكن هو بيكون فترة مؤقتة، احنا محتاجين ان احنا نشوف التعاون ده ما بين الوزارتين، خاصة ان كل وزارة بتقوم بمهام مهمة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بتمس المواطن المصري بشكل كبير، خاصة فئة الشباب يعني متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وكمان وزارة الثقافة اللي يعني بتتمثل في كل الفئات المهمة في المجتمع. استمرارية التنسيق ده أخبارها إيه؟ بالفعل يا فندم يعني في مشروعات كتيرة مشتركة الفترة الجاية يتم إطلاقها ما بين الوزارتين، خصوصا إن في بند مهم في البروتوكول بيقول إن الوزارتين يتعاونوا في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام المشترك والدعم اللوجستي او الفني. يعني مثلا مسابقه ابداع في المؤتمر الصحفي سياده الوزير كان اكد ان هو في مسابقه ابداع مثلا هيتم استعانه بالمحكمين الفنانين المحكمين من وزاره الثقافه. كذلك ان وزاره الشباب هتدعم وزاره الثقافه في مساعدتها في تنظيم الفعاليات او توطيد او تاكيد على دور الشباب في مشاركته في الفعاليات الثقافيه المختلفه. فهو الموضوع بالفعل سياده الوزير مشكل لجنه مشتركه بين الوزارتين بينه وبين وزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه، انا احد اعضائها، واللجنه دي مهمتها انها تعمل تنسيق في كل المشروعات وكل الموضوعات، يبقى التنسيق ميدانيا، يعني احنا شغلنا بنشتغل على الارض عشان ما يحصلش اي تقصير او اي حاجه في المشروع فينعكس بسوء على العلاقه بين الوزارتين او شكل الدوله بشكل عام. فعشان نوصل لاقصى استفاده او نوصل لكل المناطق وكل الشباب وكل المثقفين وكل يعني الشارع المصري، برضه وزاره الثقافه مش بتخدم المثقفين بس، بتخدم الشارع عموما. صحيح. فده هدفنا، وهدفنا ان احنا كمان نستخدم الشباب او نوظف دور الشباب في ان هو يساعد الوزارتين على دوت. والدليل البرنامج انا متطوع اللي موجود في معرض الكتاب دلوقتي. بالظبط، ده انا لسه كنت اكلم حضرتك، يعني شباب زي الورد وزي الفل يعني منظمين المعرض بشكل كبير جدا ما بين الاجنحه المختلفه لبعض يعني دور النشر، وما جينا نتكلم معاهم لانهم ان هم متطوعين للمعرض عشان ينظموه بشكل يليق بسمعه مصر يعني. بالظبط، هم مستوعبين بيعملوا يعني ليهم متقسمينهم اربع لجان، لجنه توجيه الزائرين ودي بتكون موجوده بره بعد الاستقبال في البوابات، لجنه الاستعلامات والعلاقات الاستعلامات والمعلومات موجوده داخل الصالات وعلى الانفو ديسك وداخل الصاله نفسها بتاعت الكتب، لجنه العلاقات العامه والمواسم دي موجوده في قاعات الانشطه بقى بتساعد وبتسهل على عمليه الضيوف ووصول الضيوف في الندوات وتنظيم القاعات، وعندنا لجنه التوثيق الصحفي والمالتي ميديا اللي هم بيعملوا توثيق لكل فعاليات المعرض، وهتشوفوا الشغل بتاعهم موجود على صفحه المعرض الرسميه، وسواء تصوير فيديو او صور واعدادها بنعمل مونتاج، عاملين كمان برامج، هم عاملين برامج يوميه فيديوهات يوميه بتنزل على الصفحه الرسميه للمعرض، يعني صباح الخير يا معرض، يحدث الان، يعني بيربطوا الشارع كمان وبيشجعوا الناس انها تيجي. فمهام المتطوعين يعني مش مجرد ان هم يساعدوا الناس، لا هم بيساعدوا في تنظيم المعرض نفسه من اول دخولك على البوابه وتسهيل دخولك على البوابه لغايه ما تخش صاله الكتب تطلع قاعه الانشطه. فعمليه قويه جدا بيشاركوا فيها، والمساحه دي مديها ليهم برضه دكتور هيثم الحاج علي، ولازم يشكر دوت على الهواء يعني ان هو مدي مساحه للشباب ان هم يساهموا، فبيطلعوا الشغل بشكل حلو، بيستدعوا الموظفين الستاف الاساسي موجود وبيعاونوا الشباب، فالقدره التنفيذيه عاليه. احنا معانا تقريبا 40 متطوع بيشتغلوا كل يوم من الساعه 10 الصبح ل 6 مساء من غير اي فلوس، يعني مجرد بنعمل لهم انتقالاتهم بس. فدي حاجه عظيمه وقول ان شباب مصر خير. وعايز يعني حاجه مهمه كمان لازم اقولها، ان احنا تقدم لنا 7000 شاب بطلب ان هو يكون موجود في المتطوعين المعرض ويشتغل 12 او 13 يوم 8 ساعات يوميا بلا مقابل، وخصوصا في اجازه السنه. فلما يقدم 7000 واحد ونختار منه 400 يعني بالعافيه، الناس كلها تبقى معانا، وبنحاول نخلق ليهم فرص ومشروعات ثانيه نكبر المشروعات، لان هم لما بوجودهم بيكبر اي مشروع وبيخلي المنتج او الهدف بتاعنا. الشاب المصري دايما بيبقى محتاج فرصه يعني يا استاذ مصطفى. طبعا انا بشكرك، شكرا. انا شاب برضه على فكره يعني. لا لا يعني بعيدا عن يعني انت واخد برضو يعني دور تنسيق وده دور مهم جدا، احنا بنتكلم كمان يعني اللافت جدا للنظر كان في زيارتنا للمعرض المتطوعين، يعني احنا بنتكلم في يعني طلبة جامعات
هم يعني بالفعل ملتحقين في الكليات والجامعة، والمفترض ان دي اجازة نص السنة. اي حد يقولك لا انا عايز ارتاح والله في الاجازة بقى واقعد وبتاع وطلع من الامتحانات والقصص دي، لا خالص، هم بيشتغلوا وبيشتغلوا بحب جدا، وكل مجهودهم ده يعني تحس ان هم فخورين باللي هم بيقوموا بيه. فصراحة يعني يعني شباب زي الورد وزي الفل، وحقيقي احنا فخورين جدا بهذا الحدث العظيم. استاذ مصطفى عز العرب المنسق ما بين وزاره الثقافه والشباب والرياضه، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل الخاص بالبروتوكول اللي عملته وزاره الثقافه مع وزاره الشباب للفتره اللي جايه، ومش فتره المعرض بس، دور عظيم ومميز بتقوم به الدوله عشان يخرج معرض الكتاب في صورته الحاليه بكل هذا القدر من الجمال والابهار. زي ما قلت لكم الاسعار، كتاب ب3 جنيه ونص، تلاقي كتاب ب3 جنيه وكتاب تاني ب4 جنيه، حصيلة 5 كتب زي ما حضراتكم شايفين، وبقول لكم ب18 جنيه، يعني زي ما بنقول كده يا بلاش. طيب أصدقائنا وأهلنا اللي في المعرض كان رأيهم إيه في المعرض السنة دي وزيادة عدد الكتب والاستعدادات العامة؟ نروح نشوف كان ردهم إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بصراحة المعرض ممتاز جدا بصراحة، نسبة الإقبال أعلى من السنة اللي فاتت، التنظيم بتاعه ممتاز جدا، فدي حاجة تساعدنا كتير جدا. نسبة الكتب اللي نزلت أعلى، شكل الكتاب بقى أحسن بالنسبة للشخص اللي بيقرأ، وبقى فيه إقبال عالي جدا زي ما حضرتك شايفة وكده. والله المعرض السنة دي كبير، وبيتميز كمان إن هم غيروا مكانه عن سنين قبل كده، فالمكان بيتسع لناس كتيرة، وفي نفس الوقت بيتسع لمجالات كتيرة، وفي نفس الوقت القاعات كتيرة أكتر من المعرض القديم. وخلي بال حضرتك برضو السنة دي فئات كتير جاية من الشعب، على الرغم إن سنين كتير قبل كده كان في إقبال كتير، لا بس السنة دي بسم الله ما شاء الله واضح إن الإقبال أكبر بكتير من أي سنة قبل كده يعني. بس السنة دي أفضل من السنة اللي فاتت يا فندم، خصوصا القاعات عدد أكبر من السنة اللي فاتت، وبدا يهتموا يعني، وزادت كميه الكتب داخل القاعات، وعدد الافواج من جميع الجنسيات متواجد بكميه كبيره افضل من السنين اللي فاتت. يعني السنه دي اكثر من السنه اللي فاتت وافضل يعني. السنه دي متميزه عن السنه اللي فاتت ان هو اكثر تنظيما، القاعات اوسع، المسرح والسينما في مكان مميز يعني بعيد عن القاعات. حاسه ان في اهتمام السنه دي وفي خبره اكثر من السنه اللي فاتت يعني. السنه دي الدوره ال 51 كل سنة بيبقى أفضل يعني. طبعا قبل كده كان في مدينة نصر كانت الدنيا زحمة، مش منظمة بنفس القوة. السنة اللي فاتت كان رائع جدا، السنة دي أروع، باين فيه كمان اللي هي الفعاليات المصاحبة للمعرض نفسه، مش بس دور النشر وكتب، لا في ندوات علمية، في ندوات تثقيفية وتوعوية، في مسرح، في سينما. السينما يمكن السنة دي أول مرة نشوفها، كانت قبل كده مسرح بس. في طبعا جناح للكتب التعليمية، عدد المعروضات رائع جدا، الكتب برضو عليها تخفيضات كويسة جدا، تنظيم هايل، الناس كلها مستمتعة، الأمن 10/10، الشباب الموجود مستمتع بجد، وحاجة فخر يعني لينا كمصريين إن عندنا يعني نقول فير جراوند زي كده، أو معرض كتاب بالأرض، معرض بالمنظر ده بالانضباط ده، حاجة 10/10 الحقيقة يعني. أعجبت بيه جدا، واللي هو يعني بتمنى إن أنا أجي كل يوم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وشفنا اهتمام اخواتنا المصريين بالمعرض السنة دي شكله ايه، ووجهة نظرهم في زيادة عدد الاصدارات والكتب والمجالات المختلفة بشكل عام. طيب احنا في فقرة الارقام والاحصائيات اللي بتخلينا نرد ونجاوب على كل الاساطير اللي بيروجوها اخواتنا البعدة. الفقرة دي دايما بتعتمد على الحقيقة، ارقام حقيقية، نسب حقيقية، مش اشاعات وكلام في الهوى. تعالوا نشوف الكلام الحقيقي بيقول ايه. الأسطورة بتقول عمالين انتوا تصرفوا على البهرجة وعلى الشو ومعارض، وهم الحكاية كلهم كام كتاب بتجيبوهم من السنة اللي فاتت وبتعدوهم تاني في السنة دي، وكل سنة وانت طيب يا أستاذ. احنا سامعين حضرتك بتقول ايه، لكن احنا هنرد عليك بالحقيقة. الحقيقة بتقول ان عدد أجنحة معرض الكتاب الدولي سنة 2020 وصلت ل 808 جناح مقابل 722 جناح سنة 2019، يعني زيادة بتصل إلى 86 جناح جديد عن العام الماضي. زيادة في الكتب والإصدارات والكتاب حاجة يعني طبيعي إنها تفرح القلب وتشرح
القلب كده للي بيفهم، وطبعا سد النفس للي ارواحهم سودة من جوه. طيب نشوف الأسطورة اللي بعدها، بتقول يا فندم يعني هو عشان كم كتاب جديد الطبع هنهيص بقى ونقول اوعى الثقافة اوعى المعرفة، لا مفيش حد يعرف عننا حاجة بره البلد. معلش يعني ايه، خليني اوضح لك الصورة برضو، نفس الشخص اللي احنا قصدينه من الأسطورة اللي قبل كده، عشان عارفة ان بعض الإخوة البعدة او اللي هم احنا مش إخوان بس بنحترمهم، الناس دي الفئة دي اللي مننا فينا للأسف بتحب الصفصطة، قلب الحقايق أباطيل والأباطيل حقايق، واللي بتقوله ده حضرتك من باطل أو من أكاذيب أو من ضرب المعنويات ده مش حقيقة، لأن الحقيقة بتقول إن عدد الدول المشاركة في معرض الكتاب الدولي سنة 2020 وصل ل 38 دولة بعد ما كان 35 دولة السنة اللي فاتت، يعني في 38 دولة جاية تعرض الكتب بتاعتها عندنا في مصر. نشوف آخر الأساطير بتاعت النهاردة، بتقول شوية كتب على كم جناح والحكاية كلها يعني ورق في ورق، والموضوع بيتعاد كل سنة، مفيش تجديد مفيش إبداع مفيش معايشة لروح العصر. وأنا بقول لحضرتك مفيش الكلام ده، مش دي الحقيقة برضو، لأن الحقيقة بتقول إن خلال أسبوعين المعرض بيتم تنظيم 925 فعالية ونشاط ثقافي، وبيشارك فيهم نحو 3502 مشارك، محفل ثقافي لا يتوقف، نقسم كمان 1000 فعالية على 14 يوم نشوف كل يوم فيه كام فعالية. الأرقام دي احنا بندور عليها، وبشكر فريق الإعداد عليها ورئيس التحرير تحديدا يعني أستاذ شريف، ونسأل ونتواصل عشان نجيبها، كل ده عشان نبقى مع حضراتكم في الصورة الحقيقية، ما نجيبش بعض الأرقام ونقول أصل وفصل والكلام ده كله، أصل قريت على الفيسبوك، أصل إحنا شفنا بعض الأخبار المفبركة وافتكرناها حقيقية. لا يا فندم، إحنا بنحاول على قد ما نقدر مع فريق الإعداد المحترم وبالتنسيق بشكل كبير من المصادر الرسمية من كل مكان سواء في مصر أو في العالم، عشان نشارك مع حضراتكم ونفكر ازاي نقدر كلنا سوا نخطي بمصر خطوات لقدام. معرض الكتاب السنة دي اختار اسم الكاتب والمفكر العظيم العظيم الراحل جمال حمدان عشان يكون شخصية المعرض هذا العام. تعالوا نروح نشوف تقرير عن كاتبنا العظيم ونرجع تاني لحضراتكم. اختار معرض الكتاب في دورته 51 المفكر المصري الراحل جمال حمدان شخصية المعرض للعام الحالي. والمفكر جمال حمدان قام بتأليف نحو 29 كتابا و79 بحثا ومقالة، في مقدمتها كتاب شخصية مصر الذي نشر عام 1967، والتي تعتبر من أهم الكتب التي كتبت ودرست جغرافية مصر بأنواعها. وقد قرر هذا الكتاب على طلبة الجغرافيا في مصر كلها، وذلك لما لهذا الكتاب من أهمية وما فيه من معلومات عظيمة، فهو يتساءل عما يعطي منطقة ما تفردها وتميزها بين سائر المناطق. وفي عام 1967 أصدر كتابه اليهود أنثروبولوجيا، والذي أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين. لقد أخذ حمدان بعد رحيله حظه من التكريم ما لم يأخذه مفكر من قبل. وقال الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية أحد تلاميذ الدكتور جمال حمدان إن فضل مؤلفات العالم الراحل ما كتبه عن الشخصية المصرية ودراسة في عبقرية المكان. كما أكد الأديب يوسف القايد أن جمال حمدان كان يصمم أغلفة كتبه، وكان خطاطا يكتب عناوين كتبه، ومن هذه الرسومات رسم وجه امرأة
وهذه هي مفتاح شخصيته، فكان في حياته قصة حب كبيرة أحبطت فقد حياته أعذبا. رجعنا مرة تانية لحضراتكم ضيفي في الاستوديو الكاتب والمستشار الثقافي الأستاذ عماد العدلي، واللي هيعرفنا أكتر عن المعرض السنة دي وأهم الكتب فيه ورؤيته الثقافة أو الثقافية وللمعرض والكتاب وصلت لحد فين في مصر. يا أستاذنا منورنا. أهلا وسهلا يا فندم، نور حضرتك. شكرا طيب. جزيلا. العفو ده حق حضرتك. طيب بداية كده أكيد يعني بتسمع وبنشوف ان اصل خلاص التقدم التكنولوجي والفيسبوك والنسخ البي دي اف والحاجات دي كلها خلت للكتب الورقية ملهاش اي قيمة زي زمان، لكن الحقيقة ما زرت المعرض يعني مش السنة دي بس كل سنة، بس السنة دي تحديدا استوقفني عدد الاطفال والشباب والاقبال الكثيف المبهر من كل فئات المجتمع لمعرض الكتاب عشان يشتروا كتب ويقروها، ومهتمين جدا 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 بالكتاب الجدد وان هم يقروا عليهم وعملوا ايه قبل كده، ولو حتى هم متابعين كاتب معين فيشتروا باقي السلسله لو هو يعني عامل صحيح. بعض الكتب الكلام صحيح. ده يعني محتاجين ان احنا نفك شفراته دائم. عظيم. طيب خليني الاول اشكر الصدفه اللي خلتنا مطقمين زي بعض يعني بيدي برضو محظوظه والله، ده شرف ليا طبعا. ربنا يحفظ حضرتك. اولا انا بشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر حضرتك على ان انت مهتمه في برنامج مهم زي برنامج الحقيقه بموضوع القراءه او موضوع معرض الكتاب، وفي الحقيقه دي ظاهره لم تكن موجوده من قبل. خليني اكلم حضرتك بمنتهى الصراحه ان القنوات الخاصه ما كانتش مهتمه قوي بالحديث عن الثقافه والحديث عن القراءة زي اهتمامها دلوقتي، ودي ظاهرة شديدة الإيجابية. خليني أقول إن القراءة بشكل عام هي فعل ضرورة، خليني أقول إن هي العنصر الرئيس لمن يرغبون في التقدم، لمن يرغبون في إقامة حضارة. إحنا عندنا حضارة عظيمة، وأعتقد أننا بطبع المصريين هو شعب مثقف وشعب يحب المعرفة بشكل عام، فخليني أقول لحضرتك أن القراءة في أي صورة من صورها هي شيء محمود. طبعا هو مش المفروض أن احنا نتكلم عن التكنولوجيا بشكل يعني البعض يرى أنها يعني ظاهرة وسرعان ما ستندثر، وأن المجد سيكون فقط للكتاب الورقي. أنا من الذين يحبون الكتاب الورقي، وأنا من الذين يهيمون مع الكتاب الورقي، وأعتقد أن الكتاب الورقي ليس فقط بينه وبين القارئ علاقة معرفية أو ثقافية، ولكن أيضا هناك علاقة حميمية روحية بينه وبين الورق. وأعتقد أن الكتاب الورقي باقي وسيبقى، وده مش في مصر بس، يعني العالم كله وحتى الدول التي فيها تقدم تكنولوجي كبير والدول التي اخترعت الكتاب الإلكتروني ما زال الكتاب الورقي صحيح. فيها له الصدارة، وربما لم يستحوذ الكتاب الإلكتروني على أكثر من 15% من يعني حجم القراء. في مصر طبعا النسبة أقل، وما زال الكتاب الورقي يحمل بهجة بقدر ما يحمل معرفة أو بقدر ما يحمل ثقافة. طيب أستاذ عماد، يمكن أنا في المقدمة أشرت لفكرة أن في حد ممكن يتفق معايا أو يختلف في موضوع أن الكتاب كترت قوي في مصر وأن صحيح. ممكن طابور الكتاب يكون أكتر من طابور القراء في بعض الأحيان، يعني هذه يعني طبعا الحاجات اللي نعم. هي بتبقى بشكل مضحك وخفيف كده بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. حضرتك بتتفق ولا بتختلف من فكرة ان الكتاب الكتير او اي حد بيبقى شايف في نفسه ان هو قادر ان هو يكتب بيقدر يتواصل مع دور النشر، وبالتالي هي بتتبنى يعني كتابه أو صفحاته دي وبتنشرها له، شايف إن دي ظاهرة إيجابية ولا سلبية؟ أنا أرى أنها ظاهرة إيجابية إيجابية جدا، وأعتقد أن اتفاقي أو اختلافي مع هذه الظاهرة لن يغير من الأمر شيء.
احنا في عالم بتحكم السوشيال ميديا وعالم بتحكم يعني وسائل التواصل الاجتماعي جعلت هناك اقتراء كبير جدا على الكتابة، جعلت من البوح ثقافة ممكنة، أعطت لكل شخص على حدة منصة يمكن من خلالها أن يعبر عن رأيه، وبالتالي الـ بعد حتى زيادة دور النشر، دور النشر كثرت في الفترة الأخيرة والمكتبات منافذ بيع الكتاب كثرت في الفترة الأخيرة، فهذا دعا إلى زيادة الذين يعني يحاولون إخراج مكنونات أنفسهم. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي حتى هو في آية كريمة بتقول وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الظاهرة ظاهرة الكتابة الجيدة والكتابة الرديئة هي ظاهرة موجودة منذ أن اخترعت الكتابة تقريبا. ناس بتكتب كويس وناس بتكتب وحش، لكن إيه اللي بيبقى؟ يعني احنا دايما لما نيجي نتكلم عشان احنا نوستالجيين شوية بنحب دايما فكرة الزمن الجميل، ايام يوسف ادريس ويوسف السباعي واحسان عبد القدوس ويحيى حقي ونجيب محفوظ وكل هؤلاء العمالقة الكبار، كان هناك من ايضا من يكتبون كتابة خفيفة ومن يكتبون كتابة لا ترقى لان تبقى، ولذلك ماتت هذه الكتابة والذي بقي هذه الأسماء القليلة. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنا لو 100 مليون واحد بيكتب وبيعبر عن نفسه في النهاية إيه اللي بيبقى وإيه اللي بيخلده تاريخ الأدب أو تاريخ الفكر. أنا مع هذه الظاهرة جدا، كل إنسان يجد أن لديه القدرة على أن يقول فليقول. إحنا في عصر حريات، إحنا في عصر يقبل جدا أن تكون مبدعا وتقول رأيك سواء كان فكري أو سواء كان أدبي. قل ما تريد أن تقوله والناس هي التي تحكم في النهاية، الناس هي التي تقيم في النهاية. طيب أنا محتاجة برضو أتكلم مع حضرتك عن دور النشر في مصر. يعني ده يعني من أهم الأولويات اللي ممكن دلوقتي القراء بقت مرتبطة ببعض دور النشر. يعني صحيح. أنا هنزل لدور النشر الفلانية عشان عارفة أن الكتب بتاعتها كويسة جدا والكلام ده كله. بس أنا يمكن برضو من زيارتي كتجربة شخصية كنت بدور على كتاب معين. نعم. الكتاب ده لقيته في الهيئة العامة للكتاب. نعم. بسعر 20 جنيه. من ضمن الأسعار الرائعة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. صحيح. في المقدمة. صحيح. بعد شوية وأنا بلف في المعرض لقيت في دار نشر خاصة نفس الكتاب بسعر غالي جدا ب200 جنيه. عظيم. فرحت لراجل محترم جدا هو اللي موجود في المكتبة، قلت له معلش بقى أنا محتاجة أفهم منك كده ببساطة. أنا الكتاب هو في شنطتي. كنت واخدة شنطة كده زي الرحالة كده. قلت له الكتاب هو لسه جايباه حضرتك ب20 جنيه، هل المحتوى مختلف ولا ايه؟ يعني احترم يعني ممكن بعض حب الاستطلاع او الفضول اللي عندي. فقال لي لا يا فندم خالص، هي القصة كلها في جودة الغلاف او ان الدار الخاصة دي بتبقى ليها بعض الاولويات الاخرى. حاول ان هو يديني اجابة شيك ودبلوماسية، بس ساعتها عشان المسرح المعرض كان كله بقى دوشة وبتاع وكده، قلت بقى ايه انا خليني السؤال ده اطرحه لأستاذ عماد يمكن يدينا بعض الإجابات اللي ممكن تكون فعلا بتدي الفرق ده. إيه الفرق ما بين دولة؟ صحيح. يعني هي مؤسسات الدولة الثقافية ليست مؤسسات ربحية. الهدف منها هو الثقافة لوجه الثقافة. لكن المؤسسات الخاصة ودول النشر الخاصة تجاري. عنصر الربح حاضر فيها طبعا. وهذا لا يضرها ولا يعبها، لأنها لو لم تفعل ذلك لما استمرت في عملها. ربما نلوم أو نعيب على الذين يغالون في أسعار الكتب، لا سيما لو موجود زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي موجود منها طبعات أقل سعرا، لكن في النهاية هو الـ 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 السوق، سوق الكتاب زي أي سوق هو عرض وطلب. والحقيقة برضو عايز أقول إن حضرتك كنت بتدوري على كتاب علشان مجال البحثي، لكن دور النشر الخاصة قدرت تحقق لقطاع كبير جدا أو فئة كبيرة جدا من القراء
رغباتها وطلباتها اللي مؤسسات الدولة ربما حتى الآن مش منتبهة ليها. الموضوع محتاج أعتقد تطور يعني فكري وتطور مهني، يعني حتى إخراج الكتاب نفسه بقى عنصر من عناصر نجاح الكتاب من عدم نجاحه. الموضوع ما بقاش كتاب بيخرج من المطبعة وخلاص، الموضوع ما بقاش كتاب بيلبي حاجة ثقافية ومعرفية وخلاص، لا بقى فيه عناصر أخرى. السوشيال ميديا حاضرة بقوة وفاعلة بالفعل ولا ينكر أحد دورها، وكموجه أعتقد أن المؤسسات الرسمية تحتاج إلى الانتباه إلى هذا الأمر، لأنها في النهاية تخاطب القارئ، والقارئ هنا يعني بنسبة 80% هو القارئ الشاب، لأن يعني بإحصائية صغيرة حضرتك شوفي أي مكتبة هتلاقي أن يعني أكثر من 80% من اللي بيدخلها شباب. إذن نحتاج إلى أن نوجه خطابنا إلى هذا هذه الفئة من القراء، نحتاج إلى أن يعني نوجه لهم لغة يستطيعون استيعابها، نوجه لهم خطابا يستطيعون استيعابه. أنا الحقيقة ضد فكرة التعالي، ومن هذا المنطلق قلت لحضرتك أنا مع تماما أن اللي يكتب يكتب، ما عنديش تحفظ على أن حد أي حد يقول اللي هو عايز يقوله، وفي النهاية الجمهور هو القادر على أن هو يفرز. طيب إحنا دورنا إيه؟ دورنا بالتأكيد مش رقابي، لو كانت حتى المؤسسات الرسمية أو المثقفين اللي هم مش بينتموا لمؤسسات رسمية أو حتى المؤسسات الغير رسمية، دورنا هو محاولة إبراز الجيد. أنا بدل ملوم على الناس اللي بتكتب بشكل سيء، ليه ما وفر لهمش كيان يعلمهم الكتابة السليمة يأهلهم؟ يعني مؤخرا مثلا من حوالي 10-11 سنة تم افتتاح قسم، الحقيقة ده كان من المبهجات جدا في الوقت ده، قسم للنقد والدراما المسرحية في كلية الأدب جامعة عين شمس، وده كان حاجة مبهجة جدا. طيب هل الكتابة الأدبية لا تستحق أن نخصص لها كيانا تعليميا يستطيع الدارس من خلاله أن يتعلم على الأقل أساسيات اللغة، كيف يكتب، يتعلم الأساليب، يعرف المدارس قسم النقدية، قسم للكتابة في الكليات، قسم خاص بالكتابة الأدبية، وهذا القسم لن يكون يعني حكرا على الأدب، يعني هو لن يحتكر الكتاب، ولكن في النهاية من أراد أن يتعلم سيجد أمامه مكانا يستطيع أن يتعلم فيه. فليس أمامنا لا رقابة ولا منع، ولكن أمامنا أن نضع في طريق الكتاب الأدوات أو الوسائل الجيدة أو الأمور التي قد تحسن من منتجهم، ولهم الاختيار في النهاية. معرض الكتاب المصري بالنسبة للمعارض الأخرى الدولية ويعني انعكاسه لصورة مصر ومكانتها في عيون العالم عظيم، حضرتك شايفها إيه؟ أولا هو إحنا بالنسبة للقراء والكتاب على السواء في مصر وربما في بعض الدول العربية ينتظرون معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه بمثابة عرس ثقافي، لأنه يعني كالعيد بالنسبة للأطفال، يعني تلاقي ناس كبيرة كده وكتاب كبار ومعروفين ومشهورين وقراء كبار في السن بينتظروا بيعدوا الأيام باليوم علشان معرض الكتاب ده فيما يخصنا نحن يعني اللي موجودين في مصر. أعتقد ودي مش شفونية الحقيقة، أعتقد إن هو أهم معرض عربي وإفريقي للكتاب على الإطلاق، لا سيما بعد انتقاله للمكان الجديد. الأمر صار هناك أكثر، الأمر صار أكثر تنظيما وترتيبا ويعني وإتاحة وإتاحة، والمظهر حضاري الحقيقة. لكن فيما يخص مسألة الإتاحة، أنا كنت أتمنى لو زادت مساحة العرض قليلا أو كثيرا الحقيقة، لأن
بلد في حجم مصر وعدد هائل من الناشرين المصريين والعرب وربما الأجانب وكذا، أعتقد أن هذا المكان لو اتسع قليلا، لو أتيحت فرصا للعرض أكثر، سيكون الأمر يعني أكثر يسرا، وسنجد أن هذا الزحام في الخانق في بعض الأماكن قد خف، لا سيما المؤسسات الرسمية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، لأن القارئ في النهاية هو يريد منتجا يخاطب عقله أو يخاطب وجدانه أو قلبه بسعر يناسب جيبه. فبالتالي الذي يتيح هذه المعادلة الصعبة هي المؤسسات الرسمية، هيئة الكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة. وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة وأشكر القائمين على أمر هذه المؤسسات، الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة ودار المعارف وكذا، كل هذه الكيانات توفر منتجا محترما بسعر زهيد، وبالتالي يكون الإقبال عليها شديد جدا، وبالتالي نجد أن هناك زحاما شديدا و يعني قد يؤذي البعض وقد يعطل حركة السير في داخل المعرض. فأعتقد لو أتيحت لهذه الكيانات تحديدا مساحات أكثر اتساعا سيكون الأمر أفضل كثيرا. لو بنسأل حضرتك، بما ان حضرتك يعني مستشار ثقافي، وكلمة مستشار دي جاية من القراءة الكثيرة والمتابعة الجيدة جدا لكل ما هو يصدر او قبل اصداره، نعم، للسوق المصري، نعم، مستوى الكتابة في مصر عندنا بيتقدم ولا بينحدر؟ بصي، هو ولا الامر نسبي؟ لا، هو نسبي طبعا، هو طبعا نسبي، بس في السنتين اللي فاتوا تحديدا الكيرف طالع، يعني المعدل بيطلع وبيتزايد، الكيرف طالع، اللي هو المجال بينقي نفسه، يعني ناس كتير كانت بتبقى عاملة ضجة وبروباجندا وهيصة لم يعد لهم وجودا، وأعتقد الكتابة دلوقتي أفضل حالا من سنتين ثلاثة فاتوا. طب مستوى القارئ في مصر؟ يعني القارئ هو كائن ذكي جدا، والكاتب الحصيف هو الذي يتعامل مع ذكاء القارئ، وأعتقد الكثير من الكتاب فطنوا إلى ذلك. القارئ إذا وقع إذا وقع منه الكتاب أو إذا يعني فقد الإيقاع حيويته سيترك الكتاب ويستعيد أو يستعوض الله فيما أنفقه، ولكنه لن ينفق وقتا وينفق جهدا، لأن القراءة فعل مجهد، هي فعل مجهد وفعل ممتع في نفس الوقت، ولكن إذا لم تتحقق المتعة أعتقد يعني في داهية الفلوس خلاص أنا مش عايز أكمل. لا، مستوى القارئ أعتقد أنه يرتفع، لأن إذا تحسنت مستوى الكتابة أو إذا تحسن مستوى الكتابة بالتالي سيتحسن مستوى القارئ. أي اتجاه أو أي مجال بيميل للقارئ المصري أكتر؟ يعني كنت لسه في مناقشة مع أحد الزملاء في القصة دي، بقول له أنا بحس إن الشعب المصري بيميل إلى الرواية أكتر، صحيح، يعني أكتر من أي لون تاني في الكتابة. حضرتك بتتفق معايا ولا لا؟ متفق مع حضرتك، بس هو مع تعديل بسيط، هو مش الشعب المصري، هي الرواية هي المتسيدة على كل أصناف المقروء في العالم كله، في العالم كله، ويمكن حصل سجال نقدي كبير فيما يخص هذا الأمر حينما صك مصطلح زمن الرواية، وبدأ الشعراء يدافعون عن كياناتهم، وبدأ القصاص أو يعني ككتاب القصة القصيرة يدافعون عن كيانهم، ولكن الحقيقة الرواية
ربما باعتبار أنها فن مجتمعي يحمل الكثير من الزخم، يحمل حيوات الكثير من الشخصيات، فعل عمل متعدد الأزمنة ومتعدد الأمكنة ومتعدد الشخصيات، يمكنك أن تعيش معه من أول أحداثه وحتى نهايتها. الرواية هي المتسيدة في كل العالم وبالتالي في مصر. سؤالي الأخير لحضرتك يعني أستاذ عماد، وهيكون متحيز جدا وفئوي جدا جدا، يلا. الكتابة النسائية والكتابة الذكورية، نعم، مين يعني متحيز أكتر أو متصدر أكتر المشهد يعني في آخر 3 سنين أو سنتين؟ يعني هو ما ينفعش أنت تتحيزي وأنا ما تحيز، أروح أتحيز أنا كمان بقى؟ لا بس لازم، يعني أصلا لفت نظري يعني الكتابة النسائية بشكل كبير جدا، صوتها قوي قوي في المعرض السنة دي. صحيح. والله بصي، هو أنا شخصيا ضد التصنيف، بس إحنا أحيانا بنضطر لأن إحنا نخضع للتصنيف لو الكتاب أنثوي قوي، يعني في النسوي، الاتجاه النسوي أكثر. بالضبط، الاتجاه النسوي. الكتابات الذاتية اللصيقة بالمرأة وهمومها ومشاكلها وأفرحها وأطرحها والخيانة والغدر والحب والهجر وكذا، أعتقد أن هذا الشكل من الكتابة بدأ يفقد رونقه. الكتابة الجيدة بالنسبة لي هي الكتابة التي إذا نزع الاسم لا تستطيعين التفرقة بين إذا كان الذي كتبها رجل أو امرأة. لكن بشكل عام أعتقد أن البنات، البنات تحديدا، البنات الفتيات الصغيرات لهن نصيب الأسد في معرض الكتاب هذا العام، ربما من واقع مشاهدة يعني ملاحظة في محلها جدا جدا في محلها. الكاتب والمستشار الثقافي الأستاذ عماد العدلي، حضرتك نورتني وشرفتني وبشكرك جدا على كل التفاصيل الثرية دي، خاصة بمستوى الثقافة في مصر وتحديدا في يعني معرض الكتاب والموسم الخاص اللي بينتظره أي مصري مهتم بشأن الثقافة والكتاب يعني في مصر في الفترة الأخيرة. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء.